السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الحصة هذه غنحاول نشوف مجموعة من المفاهيم ونحاول نشوف الفرق ما بين هذه المفاهيم هذه. إذا غنشوف شنو كنعنيو بليكريتور فراكسيونير، يعني الكتابة الكسرية فراكسيون، وكذلك فراكسيون ديسيمال. إذا نبدأ بليكريتور فراكسيونيل. إذا كنعرفوا بأن فراكسيون كتكون من نوميراتور واحد العدد، وكاين عندنا واحد لاباغ اللي هي الفراكسيون، وكاين دينوميناتور يعني بسط على المقام. اذا هذه فراكسيون، ولكن واش غنسميها فراكسيون، واش غنسميها فراكسيون ديسيمال، واش غنسميها اكيتور فراكسيونير. نبداو بليكيتور فراكسيونير، الكتابه الكسريه. اذا الكتابه الكسريه هي كل كتابه اللي كتكون على شكل نومبر ديسيمال على نومبر ديسيمال، عدد عشري على عدد عشري، مثلا 0.5 على 2. اذا هذا كيتسمى اكريتور فراكسيوني، كتابه كسريه. 3 على 0.1، 31. 3.1 مثلا على 13. اذا هادو كلهم كيتسموا كتابات كسريه، اكريتور فراكسيونير. فوكاش كيمكن لي نسميه فراكسيون؟ يعني كتابة كسرية كيمكن لي نسميها فراكسيون إلا كانت عندنا مكتوبة على شكل نومبغ أونتي على نومبغ أونتي، يعني عدد صحيح على عدد صحيح، مثلا 1 على 2. إذا هذا كتابة، هذا كيتسمى فراكسيون. 3 على 4 مثلا، هذا كيتسمى فراكسيون. إذا كيكون عندنا عدد صحيح على عدد صحيح، نومبر أونتي على نومبر أونتي. المصطلح الثالث هو فراكسيون ديسيمال. فراكسيون ديسيمال هو ملي كيكون عندنا عدد صحيح على إما 1، إذا عدد صحيح على 1 أو على 10 أو على 100 وهكذا. إذا هذا كيتسمى نومبر أو بيان فراكسيون ديسيمال، مثلا 3 على 1 هذا فراكسيون ديسيمال، وبيان 3 على 10 31 على 1000. إذا هذا كتسمى فراكسيون ديسيمال. إذا لاحظوا معايا بأن كل فراكسيون ديسيمال هو فراكسيون، يعني 3 10 فراكسيون ديسيمال، وكذلك يمكن نسميها فراكسيون. ولكن 3 على 2 أو 3 أو 1 على 3 هو فراكسيون، ولكن ممكن ليش نكتبه على شكل فراكسيون ديسيمال. إذن هذه واحد مجموعة من المفاهيم، طبيعة الحال خصني نحاول نميز بيناتهم. دونك غادي نشوف واحد المجموعة من الأعداد، وغادي نشوف هاد الأعداد واش هي إكريتور فراكسيونير، واش فراكسيون، واش فراكسيون ديسيمال. إذا نبداو بأول عدد. كنلاحظو بأن عندي عدد في البسط اللي فيه الفاصلة على 5، إذا عدد عشري على عدد صحيح. إذا هذه كتسمى إكريتور فراكسيونير، كتابة كسرية. 5 على 6 إذا عدد صحيح على عدد صحيح، هذا كتسمى فراكسيون. 3 على 10 إذا هذا 3 على 10، إذا فراكسيون ديسيمال. كذلك يمكن لي نسميه فراكسيون. 31 على 15 إذا عدد صحيح على عدد صحيح، إذا هذا كيتسمى فراكسيون. 2 على 100 إذا هذا فراكسيون ديسيمال، لأن العدد على 100. آخر عدد، عدد فيه الفاصلة هذا نومبغ ديسيمال على عدد صحيح نومبغ أونتي، إذا هذا كيتسمى إكريتور فراكسيونير.